علاء إبراهيم المهاجم القناص ابن محافظة المنيا، واحد من أبرز المهاجمين في الأهلي خلال 5 سنوات قضاها داخل جدران قلعة الجزيرة. لعب علاء إبراهيم بالفانيلة الحمراء 5 سنوات كاملة بداية من عام 97 إلى عام 2003، حقق خلالها الكثير من النجاحات والبطولات. كان هدافا كبيرا يشار له بالبنان، سجل 73 هدفا بقميص الأهلي في البطولات المختلفة، لكنه يتذكر بقوة مشواره مع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2001، حيث كان هداف الفريق في تلك البطولة. جاء انتقال إبراهيم للأهلي بعد تألقه مع فريق المنيا ليوقع عقدا مع المارد الأحمر 5 سنوات قبل أن ينتقل للوحدات الأردني، محققا بطولتي الدوري والكأس إلى جانب الحصول على لقب هداف الدوري. ثم لعب لعدد من أندية الدوري المصري، لكن محطته طويلة مع بتروجيت لا تزال عالقة بالأذهان. كان علاء إبراهيم هدافا خطيرا وصاحب تسديدات قوية، يجيد اللعب تحت الضغوط، لكنه رحل عن الفريق بقرار من الهولندي بومفرير، وحاول البرتغالي مانويل جوزيه إعادته للأهلي مرة أخرى، لكنه فشل في ذلك لارتباط علاء إبراهيم بعقود رسمية مع أندية أخرى. دائما ما يؤكد علاء إبراهيم أن الأهلي هو صاحب فضل كبير عليه، ويقدر بشدة قيمة القلعة الحمراء، يرى أن جماهير الأهلي لها مكانة كبيرة في قلبه، لا يزال يشجع الأهلي مثل أي مشجع عاشق للفانيلة الحمراء. بعد اعتزاله كرة القدم اتجه علاء إبراهيم للتدريب، يتنبأ له الكثيرون بمستقبل باهر ليواصل تألقه مع الساحرة المستديرة، لكن من خارج الخطوط.